السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة على البيم سيستم. البيم سيستم مجموعة من البيم مع بعض، ببدأ أحط لهم رول معينة عشان بس إن هما يتكونوا بشكل معين. عندي طريقتين، ممكن أقول له أوتوماتيك أو أقول له سكتش بيم سيستم. سكتش يبقى أنا هرسم أي شكل معين، والشكل دوت هو يبدأ يحط فيها البيم. ممكن أقول له بيم دايركشن، أقول له مثلا أنا عندي الدايركشن بتاع الناحية دي، أقول له أوكي، هيبدأ هو يحط لي البيم سيستم. تمام. او الطريقه الثانيه ان انا اقول بيم سيستم واقول له اوتوماتيك، وابدا بقى احدد اني نوع من البيم اللي انا هختاره. لو انت فاكرين هنا في ستراكشر بيم من بروبرتس كان عندي هنا شويه انواع البيم، وممكن احمل انواع جديده من لود فاميلي. فانا هنا لما بقول له بيم سيستم بيبدا يجيب لي الانواع ديت، اختار النوع فيهم اللي انا هشتغل بيه عن بيم سيستم. المحاذاه تبقى منين، القاعده اللي انا همشي عليها. ممكن اقول له مثلا انا عايز كلير سبيس او فيكسد ديستانس بين كل واحده والتانيه، واقول له مثلا عايز البيم هنا، السيستم بيم هنا، السيستم بيم هنا، وابدا يكونهم لي بالشكل دوت. تمام. دي طريقة سهلة جدا ان انا اعمل بيم سيستم. عمر سليم.